عندنا معهد اسمه المعهد الشرعي، معهد العالي الشرعي لتعليم العلوم الشرعية تابع لدار الإفتاء. هذا لابد مضطر أن أعطي عليه خلاصة ونبين للناس ما هو وضعه، بحيث أنهم يفكرون في مصلحة بلادهم من كان يريد أن يفكر. هذا المعهد يعني أنشئ بقرار من مجلس الوزراء منذ 5 سنوات تقريبا، لأن الدفعة الأولى السنة هذه تتخرج منه، وكل الحكومات اللي أتت من ذلك الوقت إلى لجنة المالية في المؤتمر الوطني وما قبلها وما بعدها نطالبهم بأن يعني يعطوا ميزانية لهذا المعهد حتى يقف على قدميه. إلى حد الآن لم نجد أذنا صاغية، وكانت الدار عندما كانت عندها ميزانية في الباب الثاني كانت تنفق عليه بقدر ما استطيع، وعندما تأسس المعهد تأسس تأسيسا يعني راقيا وعاليا وبمستوى يعني يليق بالطلاب وبطلاب العلم. ولابد أيضا أعطيكم على يعني ما يجري في هذا المعهد من تحصيل وتعليم. هذا المعهد في يعتبر معهدا نموذجيا بما في هذه الكلمة من معنى. لا تكاد إذا أردت أن تبحث في يعني ما هو منهجه وما هو أهدافه ما هي أهدافه، إذا أردت أن تبحث لا تكاد تجد، ليس مثل لا تجد في ليبيا، ليس في ليبيا فقط بل ربما على مستوى العالم الإسلامي لا تجد مثله إلا قليلا. يعني طلاب العلم أو أن يختارون باختيار دقيق جدا متفوق، لابد أن يكون متفوق في الذكاء وعنده قدرة ورغبة في تحصيل العلم الشرعي ليتمكن فيه. فكان مقرر عليهم في العلوم، في علوم الفقه مقرر عليهم مختصر خليل من أول إلى آخر مع حفظ المتن، مقرر عليهم في أصول الفقه مراقي السعود وشرح البنود مع حفظ المتن، مقرر عليهم في علوم الحديث دراية ألفية العراقي واحد شروحها مع حفظ المتن، مقرر عليهم في علوم الحديث رواية أحكام يعني بلوغ المرام مع حفظ المتن، مقرر عليهم في علوم اللغة والنحو ألفية ابن مالك يعني نحوها صرفها مع حفظ المتن. يعني هذا نموذج من المقررات المطالب بها. ثم بعد ذلك في كل سنة من لم يحفظ القرآن يكون حافظ للربع، فلما يتخرج يكون حافظ لجميع القرآن. هذا المنهج، هذا المعهد الآن يعاني معاناة شديدة وهو يعيش على الرمق. يعني لما قطعت الميزانية على دار الإفتاء يعني يعيش على التسولات وعلى الإعانات، ولكن هو يكاد يتغاشى الآن لأنه بدأ يعني قوية، وكان الطلاب يعني فيه نشيطون ومقبلون عليه، ولكن الآن أصبح أمره يتدهور بسبب عدم وجود النفقة. والناس إذا يعني أرادوا أن يعني يعملوا صدقة جارية يبنوا مسجد ويعملوا صمع ويعملوا قبة ويعملوا في جنب مسجد آخر بينه وبين متر، تقول هذا هو معهد الهدف منه هو تأسيس علماء ليبيا، علماء متفقهون في الدين. الهدف منه أن يكون هناك يعني ثلة من العلماء متمكنة لمحاربة الغلو ومحاربة التطرف، وما هوش يعني علم زي العلم الذي يأتي الآن عن طريق الإنترنت ولا المذكرات في كثير من الجامعات وكذا، بحيث أنه لا يستطيع أن يرد شبهة ولا أن يدافع عن الدين، بل يدرس كل المصادر الأساسية لعلوم الفقه والسنة واللغة وكذا، بحيث يكون شوكة في حلوق الدواعش وحلوق المغالين وكل الناس المتطرفين. لأن حرب الغلاة وحرب الدواعش جربناه لا يمكن أن يكون بالسلاح، كل ما تحاربهم بالسلاح يجدون من يدعمهم من الدول الأجنبية والغربية والإمارات وغيرها ويعطوهم المال ويعطوهم السلاح من جديد. لكن يحتاج إلى علاج الفكر، وعلاج الفكر لابد يحتاج إلى تكوين علماء متمكنين، علماء متمكنين متفقهين لا يمطل عليهم الأمر ولا ترهات الإنترنت اللي تطلع من هنا وهناك. هذا المعهد الآن يتغاشى ولا أحد يتصدق عليه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا انقطع عمله إلا من 3، منها علم ينتفع به
هذا هو العلم. إذا أردت الصدقة الجارية هذا هو العلم الذي ينتفع به، أن تخرج علماء دعاة يحاربون التطرف ويحاربون الفساد ويعلمون الأمة ويعلمون الناس وينقذونهم من الجهل. البلد عاشت أكثر من 4 عقود لا تخرج علماء، تخرج أصحاب شهايد. أردنا من هذا المعهد أن نخرج علماء لا أصحاب شهايد. فالمعهد له معوقان الآن. المعوق الأول هو من يدعمه، لا من الحكومة ولا من المسؤولين ولا من الوزارات المختصة ولا من أهل البر والإحسان الذين ينفقون أموالهم في زخرفة المساجد وصوامعها ومسجد إلى جانب المسجد. هذا المعوق الأول. المعوق الثاني مشكلة هذا المعهد مع إدارة الجودة. إدارة الجودة من أكثر من سنتين ونحو المعهد يتواصل معها، وكل ما يذهب إليها يعطونه قائمة مطالب جديدة، يعني قائمة ليس لي يعني لها رؤية تنتهي عندها، ومطالب كلها غير محددة، مطالب هلامية، يعني اعملوا لنا تصور، اعملوا لنا أهداف المعهد، اعملوا لنا يعني دير موظف هنا، اعمل إدارة للجودة، اعمل كذا وكذا، زيد نقص حط أرفع. ولما ترجعهم يقول ما عملنا، قدمنا منكم مجلد، المعهد قدم لهم مجلد كامل يشرح الأهداف المعهد وتصوراته، وكل ما يرفع لهم تحتاج هذه إلى قراءتها إلى شهور. كل ما يرفع المعهد شيء يطالبونها بأشياء أخرى غير محددة. ونحن الآن أكثر من سنتين الطلاب أصيبوا بإحباط، وعندنا الطلاب الآن يعني على باب التخرج، والمعهد لا رؤية له، من باب يعني بسبب أن الجودة هذا هو تصرفه وهذا هو سلوكها مع هذا المعهد. أريد أن أخبرهم إذا كان يعني إدارة الجودة هي أساسا أنشئت من أجل أن تحافظ على يعني المؤسسات التعليمية ومقدرتها وأن تكون في المستوى المطلوب الذي يشرف ليبيا، إن كان هذا هو الهدف من إدارة الجودة فأنا أقول لهم بالله عليكم أروني أي مؤسسة تعليمية في ليبيا مختصة في هذا التخصص الشرعي تقارب أو تساوي أو تداني هذا المعهد في مستواه، سواء كان فيما أهدافه متعلق بمحاربة الغلو وإلا في عمق المناهج. وإذا كان لي يعني إدارة الجودة على أهداف غير هذا فإننا والله لا نشكوها إلا إلى الله وحده، لأن هذه ثمرة نريدها غرس، نريدها أن تثمر وتنفع البلاد، لا نريد أن تقف أمامها عوائق لا أساس لها إن لم نعرف ما هو المطلوب بالتحديد. كلها مطالب لا تستطيع أن تمسك منها شيئا، كل ما تأتي بمطلب يطلبون منك مطلب آخر. حتى قال لهم المعهد يعني على الأقل اعتمدونا أنتم المعهد من الناحية المؤسسية، الناحية المؤسسية دي ما تتطلبش في القانون إلا أنك تعمل يعني مبنى مناسب وفصول لائقة وساحات وصالات يعني وسائل تعليم. هذا كلها تحداهم أن يأتوا بأي جامعة في ليبيا فيها هذا المستوى من الإمكانيات والبناء والصالات والكمبيوتر. المعهد عندما كان للميزانية في دار الإفتاء أول ما أنشئ عملنا قسم داخلي يأوي الناس الطلاب الغرباء من مختلف المناطق. القسم الداخلي إذا دخلته كأنك يعني في فندق 5 نجوم، حتى ملابس الطلاب تأتيهم مكوية، مطاعم راقية، أمورك أحسن ما يكون. فحورب المعهد بسبب عدم الميزانية، والآن يعاني بسبب إدارة الجودة. فنريد منهم الله عليهم أن يراجعوا أنفسهم في أمر هذا المعهد وينظروا في نظرة واقعية يعني تتعلق بمصلح البلد ومستقبلها. فإنكم عرفتم لأن أهداف هذا المعهد وعرفتم مناهجه وعرفتم أهداف محاربة الغلو والتطرف، فعليكم بالله عليكم أن تتوقفوا عن هذه المماطلة وتعتمدوا المعهد حتى لا تخيبوا أمل الطلاب الذين الآن في السنة الخامسة. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونرجو أن تكون رسالتكم قد وصلت لكل من يهتم بأمر دينه وبنشر العلم الصحيح في بلادنا الحبيبة.